بسم الله، هنكمل بقى محاضراتنا في السي سي ان ايه راوتنج اند سويتشنج ال 2125. ان شاء الله النهارده هنتكلم في السلايدز تاني. في النتورك فاندمنتال، احنا لحد دلوقتي بنتكلم في النتورك فاندمنتال. هنتكلم على انواع الكابلات والمواصلات في الشبكات، الفيزيكال ميديا. هنتكلم على الفيزيكال ميديا. عندي ثلاث انواع من انواع الكابلات. عندي حاجه اسمها الكوكسيال كيبل او الكابلات المحوريه، عندي التويستد بير كيبل او الكابلات المجدوله، وعندي ثالث نوع من انواع الكابلات، عندي حاجه اسمها الفايبر اوبتيك كيبل. يبقى عندي ثلاث انواع من انواع الكابلات، في الكوكسيال كيبل كابلات المحوريه، في عندي التويستد بير كيبل الكابلات المجدولة، وعندي النوع الثالث اللي هو ايه، الفايبر اوبتيك كيبل. كل نوع من الانواع اللي قدام حضراتكم دي ليها ثلاث انواع، يعني كل نوع من انواع الكابلات دي، سواء الكابلات الكوكسل، سواء الكابلات المجدولة، سواء الكابلات الضوئية، كل نوع من الانواع دي لها نوعين تحتيها. لو جينا كده خدنا اول نوع من انواع الكابلات المحورية عندنا الكوكسل كيبل، هتلاقي عندك ده اول حاجة هنتكلم عنها التركيب الداخلي للكيبل. نتكلم على اول حاجة عندنا اللي هو التركيب الداخلي للكيبل، او الكيبل من جوه شكله عامل ازاي. زي ما قلت لك ان الكوكسل كيبل ده اللي هو كابل الدش اللي عند حضرتك في البيت، اللي هو بيوصل لك السيجنال بتاع التلفزيون. ده شكل الكابل من جوه، في الغلاف الخارجي بتاعه اسمه اوتر جاكيت، ده الغلاف الداخلي بتاعنا، الغلاف الخارجي بتاعنا اسمه الاوتر جاكيت. عندي بعد كده هتلاقي فيه زي شبك كده بيكون نحاس وفي منه ألمونيا، هتلاقي ده اسمه البرايدد شيلد، ده اسمه البرايدد شيلد. هتلاقي عندك جزء تاني كده حاجة اسمها الفويل، هتلاقي عندك في حاجة جزء اسمه فويل، اسمه فويل شيلد. هتلاقي في عندك بعد كده طبقة بلاستيك كده، دي اللي بتعزل لك النحاس، الطبقة الداخلية عن الطبقة الخارجية بتاعتك، اسمها جي لاي تريك. وعندي اخر حاجة الجزء اللي جوه اللي هو اسمها سنتر كوندكتور. طبعا الكابلات دي بتتكون، بيقول لك كابلات المحوريه النحاس الصلب، ده من جوه كده فيه نحاس صلب عليه ماده عازله، بعد كده عليه فويل، بعد الفويل عندي ضفائر معدنيه، بعد ضفائر معدنيه في ايه الغلاف الخارجي، وده بيكون مصنوع من البلاستيك او مصنوع من المطاط، بيكون مصنوع من البلاستيك او المطاط. كابل ده اللي هو زي ما قلت لك كابل التلفزيون الشهير. طيب هو ليه معزول كده والكابل ده عليه كذا طبقة داخلية؟ ده عشان يمنع عدم تداخل الموجات الكهرومغناطيسية اللي موجودة عندك في الجو. احنا عارفين طبعا ان الجو فيه عندك موجات كهرومغناطيسية اللي هي الموجات بتاعة التلفزيون والراديو والموبايل والحاجات دي، فلازم يكون معزول عشان ما يدخلش عدم تداخل الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي اسمها EMI او الاشارات هتتسرب من الاسلاك المجاورة. يعني ليه بقى؟ عشان ما يعملكش عملية تشويش للكابلات ده. طبعا احنا ما بنشتغلش بالكابلات دي عشان اولا سعرها غالي، غير كده ان هي سهل جدا ان هي تقدر بتفصل معانا بسهولة، بتفصل معانا بسهولة، فدي ما بنقدرش نستخدمها. طبعا انا جايب لك هنا الكابلات المحورية دي. تعريف الكابل المحوري هو نوع من انواع الكابلات النحاسية المستخدمة في شركات التي في كيبل، واستخدم طبعا بتستخدم في شركات الهاتف برضه، نفس الكلام في الموبايلات والبث التلفزيوني واجهزة الفيديو والحاجات دي كلها انا بستخدمها في الحاجات دي. طبعا بتستخدم برضه في اجهزة الايثرنت. تاريخ الكابل بقى، تاريخ كابل الكوكس الكيبل، الكابل ده تم اختراعه سنة 1929. طبعا اللي اخترعته شركة اي تي اند تي،
واستخدمته لأول مرة سنة 1941، يعتبر في الحرب العالمية الثانية، بداية الحرب العالمية الثانية يعني. طبعا كانت تقنية عالية جدا جدا. طبعا هنا البنية الكابل بتاعتك، البنية الكابل هو كابل واحد بيتكون من 2 موصلات. انا جايب لك هنا شرح ليه، طبعا هو الشرح متسجل دلوقتي مع الفيديو، ممكن حضراتكم بعد كده توقفوا الفيديو تقروه. طبعا كيف، لماذا نستخدم الكابل المحوري؟ الكابل المحوري ده كان ليه مزايا كتيرة جدا جدا، ان هو بيمشي عدد مسافات كبير، بينقل الداتا بسرعة كانت كويسة، ما كانش بيخش فيه موجات كهرومغناطيسية بسهولة، في كذا حاجة يعني. بيعمل ازاي، بيشتغل الكابل المحوري بطريقة بسيطة جدا، ان انت بتحتاج تنتقل الاشارة بيتم ارسالها على طول مواصلات داخلية الاشارة. عندي زي ما قلت لك باتي، عندي نوعين من انواع الكابلات المحورية يعني. عندي كابلات او الكوكس الكيبل، عندي كابل اسمه الكابلات المحورية الرفيعة اللي هي السن كيبل. السين كيبل بقى ده القطر بتاعه 64 من 100 سنتيم، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الطبقة النحاس اللي جوه الكابل، النحاس اللي جوه الشارة بتاعته دي طرفها او قطرها 64 من 100. طبعا سرعتها 10 بيز دي 2، هنتكلم ان شاء الله المحاضرة الجاية يعني ايه 10 بيز دي 2. دي بيبقى شكل الكيبل عمل كده، طبعا بيبقى ادي البي ان سي، البي ان سي بتاع الكيبل بتاعي، وادي شكل حرف تي كونكتور. بيكون واصل ازاي بقى، ده الكابل اللي قبليه بتاع الجهاز اللي قبليه، وده الجهاز اللي انا واصل بيه، وده الجهاز اللي انا واصل بيه اهو دايركت، ده كارت النتورك بتاعي، وده الجهاز اللي بعديه بيكون واصل كده، واصل بالجهاز اللي قبليه، واصل بالجهاز اللي انا واصل بيه دلوقتي الجهاز بتاعي انا، بعد كده الجهاز ايه، نجيب كده القلم، الجهاز اللي انا واصل بيه، وده بعد كده الجهاز اللي بعدين. طبعا كان بيركب ازاي، طبعا بيركب كده زي اللمبه المسمار، عارفين اللمبه المسمار كده بيبقى فيها سنين، كنت حضرتك بتقدر بتنزل البي ان سي لتحت كده بتلف نص لفه زي اللمبه المسمار. خلي بالك الكابلات الكوكسل دلوقتي برضو بنستخدمها، انا احنا ما بنستخدمهاش في النتورك، بس بنستخدمها في الكاميرات، في الدي في ار، في كاميرات الفيجا، كاميرات الفيجا بيستخدموا نفس المكونات دي بالظبط كلها كده في كاميرات الفيجا، بس احنا بالنسبه لنا النتورك ما فيش حد بيستخدم كابلات كوكسل كيبل في النتورك يعني. ده طبعا كارت، ده التي كونكتور بتاعي، ده الكوكسل كيبل، ده الكوكسل كيبل، ده الكوكسل كيبل كونكتور، ده زي ما قلت لك الكابل اللي جاي لي، وده الكابل اللي رايح للجهاز اللي بعديه، وده كارت النتورك بتاع اللي هو نتورك انترفيس كارد، هو اختصاره ان اي سي. طبعا الكابل ده كان نحيف، طبعا بيقدر يمشي لحد 185 متر الكابل ده يقدر يمشي كده ستريت حته واحده، الكابل الكويكس الثن كيبل، الكابلات المحوريه الرفيعه بتمشي لحد 100 كم متر، 185 متر. طبعا سرعة نقل الداتا فيها 10 ميجا بت بير سكندز، سرعة نقل الداتا فيها، او سرعة نقل ان الداتا بتمشي فيها بسرعة قد ايه، 10 ميجا بت بير سكندز. دي الكابلات المحورية الرفيعة. عندي بعد كده الكابلات المحورية السميكة او السك نت، كابلات المحورية السميكة هي برضو بتتركب نفس تركيب الكابلات التانية بالظبط، بس ايه هي القطر بتاعها 1.27 من 100، يعني قطر النحاس ده بتاعها 1.27 من 100 سنتيمتر يعني. طبعا سرعتها 10 بيز دي 5، السرعة بتاعتها 10 بيز دي 5. النوع ده، النوع السميك ده، ده بيقدر يمشي لحد 500 متر، يعني يقدر يمشي كده ستريت حته واحده لحد 500 متر. السرعه بتاعته نفس السرعه اللي فاتت بتاعت الكابل السن، هي 10 ميجا بت بير سكندز،
بيقدر يمشي بسرعة 10 ميجا بت بير سكند في الثانية الواحدة. يبقى أنا عندي نوعين من أنواع الكابلات المحورية، عندي كابلات المحورية الرفيعة اللي هي السن نت، وعندي الكابلات المحورية السميكة أو السك أو السك نت. طب عندي بعد كده الكابلات المجدولة أو التويستد بير كيبل. عندي أنواع الكابلات المجدولة اسمها تويستد بير كيبل، أنواعها في نوعين، في عندي حاجة اسمها يو تي بي وعندي حاجة اسمها اس تي بي. عندي حاجة اسمها يو تي بي وعندي حاجة اسمها ايه اس تي بي. يو تي بي اختصار كلمة ان شيلد تويستد بير، الاس تي بي اختصار كلمة ايه شيلدد تويستد بير. دي ان شيلدد ودي ايه شيلدد تويستد بير. طيب الكابلات دي بقى خلي بالك ان الكابلات دي ستاندر. يعني ايه ستاندر؟ يعني برضو الكابلات دي لو رحت اي مكان في العالم هتلاقي الكابلات دي الالوان بتاعتها ثابته، هم اربع الوان ثابتين كل جوز ملفوف حوالين بعضيه. ليه برضو كل جوز ملفوف حوالين بعضيه؟ لعدم تداخل الموجات الكهرومغناطيسيه جوه الكابلات، فهم لافين لك كل جوز حوالين بعضيه عشان ما يملكش عملية تشويش المجال الكهرومغناطيسي. يعني حتى انا كاتبها لك، يتكون النوع ده من الاسلاك من عدد الازواج، هم اربعة جواز كل جوز في لون. يعني انا عندي برتقاني عندي اخضر عندي ازرق عندي بني، زي ما قلت لك الاربع الوان دول انواع اربع الوان ستاندر موجودين في كل مكان في الدنيا، برتقاني اخضر بني ازرق، كل لون بالابيض بتاعه، كل لون بالابيض بتاعه. وكل طبعا كل جزء ملفوف حوالين بعضيه، هذا الالتفاف يعمل على تقليل التشويش او تداخل الموجات الكهرومغناطيسيه، عشان لو الموجات الكهرومغناطيسيه دي لو دخلت جوه الكابل بتعمل عمليه تشويش او ما تقدرش توصل لك الداتا مظبوط. طب ايه الفرق ما بين الشيلدد والانشيلدد؟ هنشوفهم على مدار الكورس بتاعنا، على مدار واحنا شغالين دلوقتي. يعني اول حاجه الكابل المجدول غير المحمي اللي هو الانشيلد تويستد بير او اليو تي بي. طبعا احنا هنا ممكن ايه بس انا ناسيين حرف الميم هنا. ده الكابل المجدول غير المحمي اللي هو الانشيلد تويستد بير. زي ما قلت لك هو بيتكون ازاي؟ بيتكون من اربع تجواز كل جوز، ده مثلا اخضر ده الاخضر ده البرتقاني ده الاخضر ده الازرق ده البني. كل جوز من الاجواز اللي انت قدام حضرتك دي، كل جوز من الاجواز دي بيبقى فيها الابيض بتاعها. يعني ده مثلا البرتقاني بيبقى ابيض برتقاني، الازرق الاخضر بيبقى ابيض اخضر، الازرق في ابيض ازرق، البني في ابيض بني. فيما بينهم هتلاقي فتلة كده، ده بالنسبة للكات 5A. الكات 6 هتلاقي هنا في فاصل عازل كده، جزء بلاستيك كده محطوط في النص. ده وظيفته ايه؟ ده اسمه الريبيكورد. ده وظيفته لعدم احتكاك الكابلات ببعضها، ده وظيفته لعدم احتكاك الكابلات ببعضها. ده طبعا الاوتر جاكيت، الغلاف الخارجي من بره. طيب الكابل المجدول بقى المحمي اللي هو الشيلد تويستد بير او الاس تي بي، هو عباره عن السلوفانه، بكل جزء من الاجواز دي عليه سلوفانه، في برضه عليه ريبيكورد، وهتلاقي فيه عازل تاني كده موجود. طبعا الشيلد تويستد بير ده اغلى من الانشيلد تويستد بير، بس طبعا الناس كلها هتلاقي المتاح اكتر والناس كلها بتشتغل بيه اكتر الانشيلد تويستد بير. طبعا الكابل ده بيمشي لحد كام متر؟ يمشي لحد 100 متر بس، خلي بالك مش 100 متر 100 متر، يعني هو عند 90 كده او 95 بتقطع، عشان ال 100 بتبقى فقدت السيجنال بتاعه الكابل. الكابل ما بيقدرش يمرر لك السيجنال 100 متر كاملين، يعني تبقى اقل من 100 يعني بشويه. يعني الكابل ده بيمشي لحد كام متر؟ يمشي لحد 100 متر. طبعا فئات الكابلات بقى عندي كات، يعني اختصار كلمه كاتيجوري
المواصفات اللي هي specifications. كاتيجوري 1 دي هي كابلات مكونة من جزئين، طبعا دي الأسلاك النحاسية المجدولة اللي هي ايه، ده كابل التليفون. عندي كات 2 ده بتستخدم لنقل البيانات بسرعة 4 ميجا بت في الثانية، وهي مكونة من 4 تجواز من الأسلاك المجدولة وتستخدم في الشبكات الرينج التوكن. عندي الكات 3 دي بتستخدم هذه الفئة لنقل البيانات بسرعة 16 ميجا بت في الثانية، وهي مكونة من 4 تجواز وتستخدم في الشبكات الإيثرنت. هتلاقي كاتيجوري 4 أو كات 4 تستخدم لنقل البيانات بسرعة 20 ميجا بت في الثانية أو 20 ميجا بت في السكند، وهي مكونة من 4 تجواز من الأسلاك. عندي كات 5 تستخدم لنقل البيانات بسرعة 100 ميجا بت في الثانية، دي طبعا الإيثرنت دي سرعتها 10 ميجا، دي 10 ميجا، دي خلي بالكو 10 ميجا مش 100 ميجا، هنا في غلطة، هنا الكات 5 دي ده 10 ميجا بت في الثانية. الكات 5 اي دي بتنقل ب 100 دي بتنقل بسرعة 100 ميجا بت في الثانية، يعني هنا في غلطة هنا. الكات 6 ده بتنقل ب 1 جيج، عشان الكات 6 اي بتنقل بسرعة 10 جيج. ده الفاست ايثرنت، هنا ده الفاست، ده ايثرنت، ده الفاست ايثرنت، ده هنا جيجا ايثرنت، يعني هنا في غلطة، في غلطة في السرعة عند حضرتك هنا، يعني في الكتابة هنا وانا بكتب ما خدتش بالي من هادي. يعني كات 5 اي بتستخدم لنقل البيانات بسرعة 100 ميجا بت في الثانية، هنا الكات 5 بس بتستخدم لنقل البيانات بسرعة 10 ميجا بت في الثانية. يعني احنا هنا لو جبنا القلم البن صوت مثلا، انا مش شغال، يبقى انا عرفت ان دي سرعتها 10 ميجا، يبقى دي سرعتها 10 ميجا بس. الكات 5 اي سرعتها 100 ميجا بت في الثانية، الكات 6 ده سرعتها 1 جيجا، في كات 6 اي بعد كده ده سرعته اللي هو 10 جيجا. طبعا الوصلات المستخدمة في الكابلات المجدولة اللي هو الار جي 45، وده زي ما انت شايف شكله كده. هنا الار جي 11 ده بنستخدمه في خطوط التليفون، هتلاقي بيستخدم ار جي 11 ده شكله، هتلاقي فيه 4 بنات زي ما انت شايف كده، هما في بنتين بس اللي يكونوا شغالين يعني، والسند والرسيف ده بس. انما انت عندك هنا ال8 كابلات دول بالنسبه للشبكات الكمبيوتر بتاعتنا بتبقى 4 كابلات بس اللي يكونوا شغالين فيها، والباقي ما بيكونش شغال يعني. ده الكارت النتورك بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو ده بيبقى 10 100 ألف اللي هو جيج ايثرنت. عندي بعد كده الالياف الضوئيه، يبقى احنا كده لو رجعنا تاني من الاول، يبقى انا عندي 3 انواع من انواع الكابلات. في عندي الكابلات الكوكسل، ودي في منها نوعين، الكابلات المحوريه الرفيعه اللي هي السنت، وعندي الكابلات المحوريه السميكه اللي هي السيك نت. عندي بعد كده الكابلات المجدوله، الكابلات المجدوله في منها نوعين، فيها الانشيلد تويستد بير وعندي الشيلد تويستد بير. عندي الكابلات الالياف الضوئيه او الفايبر اوبتيك، كابلات الالياف الضوئيه او الفايبر اوبتيك. كابلات الالياف الضوئيه دي هي عباره مصنوعه من الزجاج النقي جدا جدا جدا. طبعا ال شايفين السمك الكابل، خلي بالك انت ممكن مصر كلها تشتغل بكابلين من دول بس يعني. طبعا سمك الكابل ده لا تتعدى سمك شعره الراس، يعني شعره راسك كده، يعني سمك الكابل ما يعني ما تزيدش عن سمك شعره راسك يعني. طبعا دي بتستخدم لنقل الداتا بسرعة الضوء، دي بتستخدم لنقل الداتا، بتستخدم لنقل الداتا بسرعة الضوء. طبعا الكابل ده بيشتغل ما ينفعش مفرد، لازم مجوز، يا اما 2 يا 4 يا 6 يا 8 يا 10 كده، عشان كابل سند وكابل ريسيفد، كابل سند وكابل ريسيفد، ما ينفعش كابلين يشتغلوا مع بعض في نفس اللحظة. طبعا التصميم الداخلي الكابل بتاعي عامل ازاي، الغلاف الخارجي ده الاوتر جاكيت اللي هو الغلاف الخارجي، عندي بعد كده حاجه اسمها السترينت ممبر، عندي بعد كده حاجه اسمها الكويتينج، عندي حاجه بعد كده حاجه اسمها الكلايدنج، بعد كده اخر حاجه جوه ده الكور اللي هو بينقل الداتا بتاعي ده
ده اسمه الكور. لو جينا اتكلمنا عنه بقى ايه الكور ده اللي هو القالب بتاعه، طبعا ده مكبرة الصورة شوية بالميكروسكوب، بتكون رقيقة جدا جدا جدا، بتبقى سمكها زي سمكة شعرة الراس بالظبط. ده اللي هو بينقل الداتا بسرعة الضوء، بينقل الداتا بسرعة الضوء. فيه الغلاف بتاعت اللي فوقيه ده الكلايدنج، بعد كده ده الغلاف الكلايدنج ده يعتبر العاكس، وده الغلاف الخارجي. فايدته ايه بقى؟ الغلاف العاكس ده هو بيعكس لك الضوء اللي ماشي جوه الكابل عشان يقدر يمرر لك الكابل لحد الاخر، زي المرايه. المرايه حضرتك كده لو انت واقف في الشمس وحطيت المرايه معاك، مرايه وحطيت المرايه كده في الشمس، المرايه دي هتنقل لك الشمس من الضوء، هتنقل لك الضوء من المكان اللي انت فيه للمكان اللي انت هتوجه بيه المرايه. نفس الكلام في الكلايدنج اللي الشكل ده، هو بتنقل لك الداتا بتاعتك اللي ماشيه جوه الكور عشان تقدر تمشي لك ايه الداتا بتاعتك لحد اخر الكابل عندك. خلي بالك في تجربه بقى عمليه حضرتك لما تيجي مثلا ايه، طبعا بعد كده بيقول لك في البافر الكلايدنج اللي هو الغلاف الخارجي ده غلاف بلاستيك. خلي بالك ان الفايبر ده ما ينفعش يتني، لو اتنى اتحرق الكابل، ما ينفعش الكابل ده يتني، وما ينفعش تدوس على الكابل جامد، لو دوست على الكابل برضو باظ. يعني انت حضرتك مثلا ايه، لو انت شغال شغال راجل نتورك انجينير، انت بعد ما تاخد السي سي ان ايه حضرتك هتبقى نتورك انجينير، فانت مثلا اطلب منك ان انت تبقى واقف مع الناس بتاع الفايبر، انت مش انت كراجل نتورك انجينير مش مطالب ان انت تركب فايبر، يعني انت بتجيب الشركه اللي بتركب لك الفايبر عشان لحام الفايبر ده بيكون غالي شويه يعني. فانت ما بتيجي تستلم من الراجل بتاع الفايبر ده لازم تقول له انا سلمني على الاو دي اف بتاعك، الاو دي اف من هنا والاو دي اف من الناحيه الثانيه. الاو دي اف ده عباره عن زي الباتش بانل بتاعي بس فايبر. ولازم حضرتك عارفين الكاميرا بتاعت الموبايل، لو انت شغلت الفلاش بتاعك من طرف، الطرف الثاني لو انت بصيت عليه لازم حضرتك تشوف ضوء كده احمر خافت قوي، دور احمر، دور ضوء احمر خفيف كده، لو شفت انت الضوء الاحمر الناحيه الثانيه يبقى انت كده الكابل عندك شغال، ده كده يكون الكابل عند حضرتك شغال. طبعا في نوعين من انواع المنافذ التوصيل، عندي حاجه اسمها الاس تي وعندي حاجه اسمها الاس سي. طبعا هي الاس سي اكتر واحده بنستخدمها في اجهزه الكمبيوتر الشخصيه، ممكن نستخدم فيها فايبر، هما الاثنين بيستخدموا يعني. انواع بقى، انواع الالياف الضوئيه، عندي نوعين من انواع الالياف الضوئيه. الالياف الضوئيه ممكن تقسم بصفه عامه، عندي حاجه اسمها سنجل مود وعندي حاجه اسمها مالتي مود. يعني انت وانت بتيجي تركب كده كابل فايبر في شركتك عايز تربط مبنيين ببعض، ما تقولش ان انا عايز ان انا هربط المبنيين ببعض دول بكابل يو تي بي، ما ينفعش الكلام ده خالص. لازم حضرتك لو انت هتربط مبنيين ببعضهم لازم تربط المبنيين ببعضهم بكابل فايبر، عشان سرعة نقل الداتا في كابل الفايبر غير سرعة نقل الداتا في كابل اليو تي بي. وحد يقول لي طب ما يا باشمهندس هناخد فيما بعد حاجة اسمها الايثر تشانل، ان احنا نقدر نربط اكتر من كابل، مهما كان برضو سرعة نقل الداتا في الفايبر اعلى بكتير، انت بتنقل بسرعة نقل الداتا بسرعة الضوء غير الكيبل خالص يعني. فانت لما تيجي تركب الكابل فانت هيقول لك انت عايزه سنجل مود ولا مالتي مود؟ طب تفرق معايا؟ سنجل مود عشان حضرتك تكون عارف دي بتنقل من خلال اشاره ضوئيه واحده فقط في كل ليفه ضوئيه من الياف الحزمه، وهي نوع من الاسواق نقل، هي النوع الاسرع على نقل البيانات وتستخدم في شبكات التليفون وقوابل التلفزيون. هذا النوع من الالياف يتميز بصغر نص قطره اللي هو 9 مايكرو، بحيث ان الواحد مايكرو سا واحد على 1000 ملي متر من الضوء من أشعة الليزر يعني تحت الحمراء. عندي بقى المالتي مود، المالتي مود دي بقى يتم نقل، طبعا دي بتستخدم في كل حاجة، نقل الإشارة الضوئية من خلال الألياف الضوئية من حيث مما يجعل استخدامها أفضل لشبكات الحاسب. هذا النوع من الألياف يكون نص قطره 62.5 مايكرو مايكرون، هنا ده 9 مايكرون ده 62، طبعا ده اسرع يعني اكبر بكتير. عشان كده انا بقول لحضرتك لما تيجي تركب مثلا تحب تركب فايبر تبقى انت عارف انواع الفايبر عندك، عندك السنجل مود ولا المالتي مود، فانت تقول لا انا عايز اركب مالتي مود.
هقول لك طب انت عايز 2 كور ولا 4 كور؟ طبعا انت الافضل ما تركبش ولا 2 كور ولا 4 كور، لا تركب اقل حاجه 8 كور 10 كور 16 كور، يبقى معاك بزياده عشان لو حاجه فصلت تبقى الدنيا شغاله مع حضرتك مظبوط، يعني شغاله معاك كويس. مميزات بقى الكابلات الفايبر ان هي سريعه جدا في نقل الداتا بتاعتك، 100 ميجا بت في الثانيه، طبعا هتوصل لحد 200 ألف ميجا بت بير سكندز. طبعا مستوى الامن ان هو طبعا ان هو ما ينفعش تقدر تعمل اتاك عليه بسهوله، عشان ده بيشتغل بالنبضات الضوئيه، معدل انخفاض الاشاره منخفض بشكل كبير مهما كان طول السلك. منيع طبعا ضد تداخل موجات الكهرومغناطيسيه. ان الكابلات دي بتمشي طبعا بمسافات بعيده، يعني ممكن تمشي 80 كيلو حته واحده، ممكن تمشي 100 كيلو مره حته واحده. طبعا هي ما بتاثرش بالميه، يعني انت كده كده ما بين الدول مربوطه ببعضيها عن طريق ايه، كوابل الفايبر يعني. طبعا الكابل الرئيسي النوع العيب الرئيسي بتاعه ان هو لو اتنى اتكسر، عشان ده بيمشي بالضوء. فهم صنعوا في الفتره في الاونه الاخيره من انواع من الكابلات دي في نواه بلاستيكيه عشان تقدر حضرتك تتني، بس طبعا حضرتك ما ينفعش تتني الكابل بتاعك 90 درجة زاوية 90 درجة، بتبقى صعب جدا في نقل الداتا. يعني تحاول تخلي الزاوية بتاعتك ما أقصاها 45، ما تبقاش 90 أبدا، يعني مش 90 مش هتبقى الدنيا شغالة كويس. المواصفات الخاصة بشبكات الإيثرنت، طبعا الكابل المحوري الرفيع ده بيمشي ب 10 ميجا بت بالثانية، 10 بيز دي 2، أقصى مسافة بيمشي فيها 185 متر. كابلات محورية السميكة 10 بيز دي 5 دي 10 ميجا بت في الثانية 500 متر. كابل كات 6 كات 3 اسمها 10 بيز دي تي 10 ميجا بت في الثانية 100 متر، بيمشي طول 100 متر، كلهم بيمشوا 100 متر. الكات 5 زي ما قلت لك ده 10 ميجا بت في الثانية. الكات 5 اي كات 5 اي ده سرعته 100 ميجا زي ما قلت لك، ده سرعته 100 ميجا بت في الثانيه. الكات 6 اللي هو سرعته 1 جيج، الكات 6 اي اللي سرعته 10 جيج. عندي بعد كده الالياف الضوئيه سرعتها طبعا ب 200 الف 100 ميجا بت في الثانيه، اقصى مسافه لها مش ب 412 ابدا، ده هو بتمشي بالكيلو، يعني دي بتمشي بعدد مسافات كيلو. هنوقف لحد كده النهارده عشان المحاضره ما تبقاش طويله اكتر من كده، ونشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث ونكمل مع بعضينا. يعني حد عنده سؤال؟